في نصايح لازم انت وانتي لازم ان انتوا تعرفوها، سواء كنت راجل امرأة، كبير صغير، شغال مش شغال، ايا كنت لازم ان انت تسمع هذه النصيحة، وهي انك انت لو ما غيرتش من عاداتك مش هتغير من حياتك، هتفضل حياتك زي ما هي، هتفضل حياتك من غير ما تتغير. لا انت هتتحسن دخلك ولا صحتك ولا تفكيرك ولا نفسيتك ولا اي حاجه من الحاجات دي، لان لازم عاداتك تتغير. طب انا اغير عاداتي ازاي؟ خليني اقول لك انت ممكن تعمل ايه في الفتره دي. دلوقتي واحد، محتاج ان انت تصحى بدري. 2، محتاج ان انت تاكل اكل صحي. 3، محتاج ان انت توقف اي سكريات. 4، محتاج ان انت تشرب ميه اكتر. 5، محتاج ان انت تقرا. 6، محتاج ان انت تلعب رياضة. فلو انت عملت دولت، حتى بص هقول لك على حاجة، حتى لو انت مثلا في القراءة هتقرا مثلا 2-3، اوكي، وبعد كده تزودهم 3-4-5، بعد كده تزودهم 7-8-9-10، بعد كده كل يوم بتزود عدد الصفحات. مش مهم ان انت بتقرا ايه، مهم ان انت تقرا حاجة انت ممكن تكون بتحبها. يعني ممكن مثلا تكون رواية، ممكن هتحسن من لغتك، هتحسن من طريقة تفكيرك، ازاي ان انا ارد على الموضوع دوت لما حد يتكلم معايا في الحاجة ديت، ازاي افكر بشكل مختلف، ازاي اتعامل بشكل مختلف. ممكن يكون حاجة في الامور المالية، لو انت بتحب الامور المالية، في الامور الاسريه لو انت بتحبها. المهم ان انت حاول ان انت تقرا كتاب. الحاجه الثانيه، من ممكن كمان ان انت تعملها، ان انت تشاهد دوكيومنتريز. الدوكيومنتريز دول بيبقوا عباره عن وثائق، ممكن ان انت يعني ايه نوعا ما تقربك شوية بعد كده من القراءة، وبيبقى أنت منها أن أنت شاهدت معلومات واستفدت من معلومات واستفدت في وقتك، وفي نفس الوقت أن أنت ثقفت نفسك، وبعد كده تحاول أن أنت تدخل في موضوع القراءة. طيب موضوع الرياضة بقى، أنا لسه هشترك في الجيم ولسه هجهز نفسي، وفي جيم مش عارف ما فيهوش ستات ومواعيد الرجالة والكلام ده كله، وحصحى إمتى وألبس إمتى وأروح إمتى ومشوار مش عارف بياخد ساعة. المواضيع دي كلها ممكن احنا يعني يبقى في غنى عنها عن طريق ايه؟ عن طريق المشي. كل يوم تمشي لك كده حوالي نص ساعة، بعد كده اليوم اللي بعده تمشي 40 دقيقة، اليوم اللي بعده 45 دقيقة، اليوم اللي بعده 50 ساعة، ساعة وربع، ساعة ونص، لغاية لما تبقى انت تقدر تجري، يعني تمشي مش مش بنتمشى مش جامد لمدة ساعة ونص، 90 دقيقة، جسمك محتاج له. في الأول خليها زي ما تقول يومين في الأسبوع، وبعد كده 3، بعد كده يوم يوم، هتلاقي نفسك إن أنت صحتك اتحسنت جدا، جسمك بقى قوي، قادر إن أنت يعني في عندك قوة تحمل أحسن مع الأكل الصحي، مع تقلل السكر، مع توقف المياه الغازية تماما، مع زيادة المية، مع النوم بدري والصحيان بدري، مع القراءة. هتلاقي نفسك شخصية تمام، يعني حد تاني تماما في أقل من شهر. جربها وهتشوف بنفسك.